السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عندي. إلا كنتم من عشاق المندارين، هاد الحريشات صغار فرديين في الفران كتجي مشققة ومعلكين من الداخل، طيبين مزيان ومحمرين. خليكم مع المكونات وطريقة التحضير. بسم الله، كنحتاج على كاس لاروب ديال المندارين، بما أن هذا الوقت ديالو غادي نعشرو. كاس لاروب تنعبروه حيت هاد المقادير جد مضبوطة. نحتاجو على جوج بيضات بحرارة المطبخ، معامرش ديال السكر سنيدة، ندمج مزيان في المكونات مع بعضياتها تيتبدل ليا اللون. في المندارين العصير ديالو وتنستمر في الدمج. ضيف الزيت، انا استخدمت زيت الزيتون، نتوما ممكن تستخدموا زيت المائده، كاس لاروب. وكنستعملوا على 500 غرام ديال السميده ديال الحرشه، سميده متوسطه. كنضيف نصف الكميه، 15 غرام ديال الخميره ديال الحلويات ديال المغرب جوج، عبار سميده ديال الكيسان ديال العنبه، 5 ديال الكيسان بالنسبه للناس اللي ما متوفرش ليهم الميزان. وكندمج مكونات بهاد الكيفيه. عاد كنضيف الكميه اللي بقات ليا وكنستمر في الدمج. ملي كنشوف ان هاد الفويت ما بقيتش قادره اني نخلط بها، كنزولها. هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه، نغطي عليها ونخليها ترتاح واحد 5 دقائق باش تشرب ليا السميده. ملي كتمر 5 دقائق كنزولوا ليها البلاستيك وتنشوفوا هذا هو القوام اللي بغينا نحصلوا عليه. نحتاجوا على الكوك، هاد النوعيه اللي كيكون شويه غليظ باش غنفندوا فيه. ناخذ صينيه ديال الفرن وكندير فيها ورق الطبخ ونشكلوا في الكويرات. الحجم نتوما كتختاروه وكتحكموا فيه، انا غنديرهم شويه كبار بهذه الكيفيه. هذه كنحاول اني ندير واحد 4 ولا 5، عاد نفندهم وكنحاول اني نديرهم قياس واحد ونكوروا فيهم وكنفندوهم بهذه الطريقه. ما كنضغطوهم ما والو، كنشكلوهم غير كويره بهذه الكيفيه كيف ما كتشوفوا، وكنوضعهم في صينيات الفرن. ما كنضغطوش عليهم باش كيجونا مقببين وزوينين بهذا الشكل. هذا كنحاول انني نباعدهم في الصينيه ديال الفرن. ناخذ كره ثانيه وكندير ليها نفس العمليه، كنفندوها في الكوك بهذه الطريقه كيجو حجم كبير وكيجو زوينين في المنظر. نسخنوا الفران من الفوق ومن التحت 200 درجه الحراره وطبيعه الحال على حساب كل فرن. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات من بعد ما خرجتهم من الفران، عاطيه فيهم واحد الريحه ديال المندارين والقشور ديالو غزاله وبكميه وفيره. جربوها ما غاديش ندموا عليها. والى فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.